السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت الحاج حسين اسماعيل المغربي، والكائن في الحسينية جنوب دمشق. اليوم هو السبت الموافق 27 شباط لعام 2010، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق النكبة الفلسطينية والجهة المسؤولة عن فلسطين في الذاكرة palestine@remembered.com. يجري هذه المقابلة ركان محمود. أسئلة هذه المقابلة عمي تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف إلى تكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهل قريتك قبل النكبة. أما القسم الثاني فيهدف إلى نقل صورة عن معاناة الفلسطينيين خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة الأليم وانتهاءا برحلة اللجوء والشتات. اسمح لنا يا حجي نباشر بأسئلة القسم الأول. تعطينا اسمك الكامل يا حجي؟ حسين اسماعيل حسين المغربي. حسين اسماعيل حسين المغربي. نعم. الله يحييك يا حجي. حجي بدنا تعطينا تاريخ ميلادك ووين ولدت يا حج؟ تاريخ ولادي يا سيدي 32 1930 32. نعم. غروبة فلسطين قرى صلب. غروبة فلسطين قرى صلب. غروبة عام 1932 يا حجي. طيب يا حجي اسم والدك الكامل يا حجي؟ اسماعيل حسين محمد. اسماعيل حسين محمد. نعم. المغربي. المغربي عليه رحمة الله يا حجي. محمد. اسم والدتك يا حجي؟ حاجة شحادة. حاجة شحادة. شحادة. ايوه. وشو اسم عائلتها يا حج؟ محمد. العائلة شباطة. شلاطة؟ شباطة. 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 حاجة. حاجة. شحادة. شباطة. شباطة. حاجة. شحادة. شباطة. عليها رحمة الله يا حج. حجي توافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك وبخاطرك يا حجي؟ أبدا. تسمح لنا نبث هذه المقابلة على موقعنا فلسطين في الذاكرة يا حج؟ أبدا. على رأسي يا حج. شو اسم قريتك يا حجي؟ قرية؟ نعم. غروبة. 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 عمي عندك معلومات ليش سموها غروبة؟ يا سيدي المعلومات اللي عندي. نعم. وقت أبو 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 جدي أبو أبويا. نعم. جدي أبو أبويا. نعم. يوم نجي من تونس. نعم. سكن هناك. نعم. سموها غروبة. يعني جايين ناس غروب مثلاً. أيوة جايين سموها غروبة هالبلد. على رأسي يا حج. سموها ذكرت. حج عدد سكان القرية كم تقريبا يا حج عام النكبة؟ ما أكثر من 200 250 200 هيك شيء. 250 هيك شيء. طيب حجي كان في عندكم إحصاءات، كانت دولة الانتداب البريطاني تعمل إحصاءات للسكان ولا ما كانت تعمل أبدا يا حجي؟ لا في مدرسة ولا إحصاء ولا جامعة كمان. طيب يا حجي لأي مدينة كانت تتبع قريتك غرابة يا حجي؟ صفد. صفد. نعم. عمي كم كيلو بعيد عنكم صفد؟ والله مليحة يا أخي. تقريبا يا حجي. يعني من هنا بدي أقول لك ممكن والنيطرة تقريبا. والنيطرة؟ أيوة تقريبا. أنا ما بعرف ما هو النيطرة كم كيلو تقريبا، يعني 20-30 كيلو يا حجي؟ هيك شيء. حجي لأي اتجاه عنكم صفد؟ هذيك غرب وشرق. غرب جنوب. غرب جنوب. جنوب. غرب جنوب. نعم. طب حجي اذا بدك توصفنا غرابة طبوغرافيا يعني جغرافيا تضاريس، هل هي جاية على جبل، هل هي جاية بسهل، هل هي جاية على شط البحيرة، شو يا سيدي؟ محط البلد نفسها صايرة سورية وفلسطين. البلد هاي نفسها غرابة. نعم. قسم منها سورية وقسم منها فلسطين.
غرابة جاي على الحدود يعني. الحدود. نعم. بس الزراعة والعمل كله الفلسطيني. طيب حجي، مرتفعة جاية على جبل ولا جاية بسهل يا حجي؟ يعني له جبل وله سهل. تلة يعني يا حجي؟ تلة يقصرها. سفح يعني؟ أيوة سفح. طيب هذا السفح يا حجي كان وعر ولا كان ترابي؟ والله وعر ترابي. وعر ترابي. ترابي نعم. طيب حجي هذا الوعر صعب ولا يعني؟ صعب. صعب. صعب جدا صعب. الصعود والنزول يا عمي من الغرابة كان صعب ولا سهل يا حجي؟ يعني وعر مجال سهل وصعب. سهل وصعب. صعب وسهل ولا صعب؟ صعب وسهل. نعم. طيب يا حجي لون التربة في غرابة شو كان؟ التربة لونها يعني؟ نعم. سودة. أسودة. سودة. أسودة. حجي كيف كان مناخ غرابة؟ إيش؟ المناخ تبعها الجو. الجو والله عاد مضبوط تمام. كيف يعني تمام حجي؟ بالصيف كيف كان الجو؟ بالشتاء كيف؟ بالصيف حر. في حرارة. أيوة. لأنها أرض منخفضة يا حجي. أيوة. والشتوية دافي. دافي. طيب يعني بالصيف حر شوب ولا حار؟ شوب. 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 طيب يا حجي تتذكر حدود القرية؟ إيه. طيب قبل ما نحكي عن حدود بدنا نحكي إذا كان في حواليك وديان يا حج. إيش؟ وديان. وديان بيه كثير وديان كثير وديان. طيب تتذكر أسماء هذه الأودية يا حجي؟ بي عندك وادي الريح. وادي الريح. أيوة. وادي الحمض. هذا وادي الريح سد واستريح يا حجي. وادي الحمض. وادي الحمض. أيوة. وادي الغرابي. تقول ثلاث أودية قوية. وادي الغرابة. وادي الريح. نعم. وادي الحمض. ها؟ نعم. أصل اثنين. وادي اللهم صل محمد اللي عندك يا وليد. الريح. حكينا الريح. وادي الريح، وادي الحمض، وادي غرابة. إيه. اسمه وادي غرابة حجي؟ نعم. طب حجي وادي الريح وين من القرية يا حجي؟ من أي جهة من جهات القرية؟ جبلة. من قبلة؟ جبلة أيوة. جنوب؟ جنوب. طب يا حجي وادي الريح للجنوب. للجنوب. بعيد عنكم يا حجي؟ بعيد. أي يعني قديش بعيد يا حجي؟ شي 2 كيلومتر. 2 كيلومتر؟ نعم. طيب وادي الحمض عمي وين جاي؟ كمان شمالنا كمان في 3 كيلومتر. عادي. وادي غرابة؟ جنوب غرابة. نفس البلد. حد البلد. حد البلد. حد من أي جهة يا حجي؟ من قبلة. يعني بلد وين؟ يعني بيجي وادي غرابة بعدين وادي الريح. أيوة. طب حاجة هذا وادي غرابة من وين جاي ولوين رايح يا حاج؟ جاي من الجولان. من الجولان. الشتاء. من الشرق يعني. من الشرق. كل من الجولان. نعم. في الريح ولا الأحمر غير كل من الجولان ميتوا. كل هذه الأودية جاية من الشرق يا حاج. من الجولان. كل من الجولان. نعم. طب حجي وادي غرابة عميق في الأرض. والله مو كثير بالمطالع قوية وطالع عالية. طب المطالع القوية كم يا حجي متر تقريبا عمقه؟ والله يمكن شيء 40 متر. 40 متر؟ الله يتحد. غميق معناته يا حجي. طيب وعرضه يا حجي؟ يعني ما بعرف مو كل واحد عرضه. خليك مرتاح حجي لو ايوه. مش كله؟ مو كل واحد. طيب يعني كم تقريبا يعني اوسع منطقه واقل منطقه يا حجي؟ بي عندك 200 متر حتى 3 متر و 400 متر العرض. واسع يعني؟ واسع يعني اختلف. طب حجي وادي الريح برضه من الشرق بس هل هو عميق يا حجي ولا؟ الريح عميق. اعمق من هذا الوادي؟ اعمق كثير اعمق. بمطارح ما تنداس. نعم. بمطارح ما حد يفوتها. نعم. هذا الريح. طيب وادي الحمض
وهذا الحمد يصير كمان بعد غمي كمان أغمق من الأبناك. نعم حجي. وهذا الريح أغمق من الأبناك. أغمق كمان. أي. طيب حجي، جريان المي في هذه الأودية بالصيف وبالشتاء ولا فقط في الشتاء؟ بس بالشتاء. بس. طيب حجي، هذه الأودية كانت تترك خلفها غدران؟ إيه. كل الأودية هذه كانت تترك غدران؟ بس هو مو هو كثير غدران، قليلة. ها؟ قليلة غدران، مو كثير غدران. طيب كم تستمر هذه الغدران يا حجي؟ أي شهر يعني؟ كل الصيف. كل الصيف بضل الغدران. أي. طب حاجة كنتوا تستفيدوا من هذه الغدران؟ لا، ما هو هناك كل بيبوع كلها البلد هاي بي عندنا كثير البوع، مو حاجة لما يجي الوجدان. نعم؟ البلد القرى هاي بي حاجة لما يجي الوجدان، ما يجي الوجدان بس في الشتاء تجي، بس في الشتاء بس، ولا بالصيف ما بي ناس كلها. أيوة. طيب يا حجي، كان ينبت على ضفاف هذه الأودية أشجار أو نباتات أو ما شابه ذلك؟ لا، قليل قليل مرة قليل. قليل جدا. قليل جدا قليل. طيب حجي، في كان جسور على هذه الأودية يا حجي؟ ما في. طب بالشتاء يا حجي كنتوا يعني تستطيعوا يعني اجتياز هذه الأودية؟ ما في الشتاء كثير. نعم. ما في نقطع المية. ما في نقطع المية أبداً. تعتخف كم يوم أو نهار أو نص نهار مية نازلة. نعم. تخف بعدين. طب حجي، هذه الأودية وين بتصب ميتها؟ الحولة. على البحيرة يا حجي؟ على البحيرة. كنا على البحيرة. طيب حجي، في أودية أخرى غير هذه الأودية الثلاث؟ لا، ما في، هذا اللي أعرفه يعني. نعم، هذا اللي أعرفه يعني. طيب حجي، أرضية هذه الأودية حصى ولا صخر ولا؟ صخر وصخور. الله أكبر. نعم، صخور قوية. طيب حجي، إذا بدنا نعرف حدود غرابة من الشمال، شو كان حدكم يا حجي؟ خيام وليد. كم كيلو بعيد عنكم خيام وليد يا حجي؟ يعني شي 3 كيلومتر بين قريتين يعني. عظيم. وللجنوب يا حجي؟ العرفية. العرفية؟ العرفية، نعم. جنوب. هاي العرفية فلسطينية حجي ولا سورية؟ سورية هاي. العرفية السورية. سورية هاي. هذه منكم إلى الجنوب يا حجي؟ جنوب رد. جنوب شرق. جنوب شرق، نعم. طب إلى الشرق يا حجي، شو كان يحدكم؟ مين عنا؟ نعم. كل شيء حوالي شيء. حدودكم من الشرق يا حج أي قرية؟ سورية. سورية أي قرية؟ ما بي غير الوعر وجبال بس. حد البلد. طيب حجي، للغرب. أرض سهل غرب. أول قرية عربية حجي للغرب. أول قرية عربية صح للغرب؟ نعم. ما بي بس بي. غرابة، ما في غرابة ولا بلد غرابة. يعني معقول ما يكونش ولا قرية حجي؟ ما في. لا، وانت رايح لصفد يا حجي للغربة؟ يسير من صفد حتى الخط اللي يطلع على صفد من الخالصة اللي يسموها، شو اسمها يسموها اليهود بلد الخالصة يا حجي. الخالصة منها من غرابة هناك ما في ولا بلد. ولا بلد؟ ما في، كان كله غاب. غاب؟ كان غاوي. طيب بعدين بعد الغاب حجي بلاقيكوا الخالصة. الخالصة في قبل الخالصة ايش يا حجي؟ في كثير قرى بيننا بين الخالصة، كثير قرى. طيب أول قرية بعد الغاب شو كانت بتجي؟ في عندك خيام وليد. خيام وليد للشمال يا حجي هذه. بدي للغرب أنا. للغرب؟ نعم. بدي لك الصالحية.
نعم. الدوارة. طب الصالحية والدوارة بعيدة عنكم يا حجي؟ بعيدة. مين أقرب عليكم؟ صالحية. كم كيلو تقريبا الصالحية بعيدة عنكم؟ والله شيء 4 كيلومتر 5 كيلومتر تقريبا. مش كثير يا حجي. يعني بعد خيام الدوارة. نعم. بعد الدوارة الناعمة. نعم. بعد الناعمة القيطية. بعد القيطية الخارصة. الله يقويك يا حجي. طيب يا حجي، إذا بدي أسألك عن المستعمرات الصهيونية اللي كانت قريبة من قريتك، شو أقرب مستعمرة عليكم يا حجي؟ هي مستعمرة خيام وليد. مستعمرة خيام وليد. بس هي هاي بس هي. طيب المفتخرة بعيدة عنكم يا حجي؟ المفتخرة خيام وليد بعد المفتخرة. المفتخرة بعد خيام وليد. نعم. يعني المستعمرة جاية بين خيام وليد وبين المفتخرة يا حجي. أيوة. شو اسم المستعمرة يا حجي؟ والله ما أكل اسمها. ما أكل اسمها والله. نحن نقول لي أخي تبع كبانية خيام وليد. نحن نقول لي كبانية خيام وليد. كبانية خيام وليد. أيوة. حجي حسب معلوماتك عدد سكان هذه المستعمرة كثار ولا شوية يا حجي؟ والله مو هينين. مش هينين؟ مو هينين لا. يعني أكثر من قريتكم يا حجي؟ أكثر أكثر نعم. طيب وأكثر من خيام وليد؟ لا مو أكثر. خيام وليد بلد تامة. بلد تامة؟ اي. طيب يا حجي هذه المستعمرة سكانها كيف أشكالهم يا حجي؟ أشكالهم عربية ولا غربية؟ يا سيدي والله كان بالأول اللي ذكراني. نعم. إذا يمر عندي إنسان مريض عندي دكتور أمه. عندهم طبيب؟ نعم. عنده طبيب أمه. شو اسم الطبيب يا حجي؟ والله ما بعرفه. طيب. يروح يتحكموه ويجيبوه. نعم. حكموه بلاش. بس شكله ما عندنا نفسه. بس لباس بيتغير بس لباس بيتغير. أشكالنا يا حجي؟ أشكالنا أيوه بيتغير بس والله نحن. بس اللباس بيتغير؟ بس اللباس بيتغير أيوه. ولا كان يروح يقول عندنا الدم. وطنية. يروح يقول عندنا. كانوا. كيف حجي؟ يروح يجون عندنا على 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 القرى. يجوا لعندكم؟ ايه. طب كانت العلاقة كويسة بينكم وبينهم يا حجي؟ شلون؟ العلاقة بينكم وبينهم طيبة؟ لا، ما كنا علاقهم. ما كنا نروح. طب هم كانوا يجوا لعندكم يا حجي؟ يجوا ايه. تتذكر أسماء حدا منهم يا حجي؟ لا والله ما ذكر حدا أسمائهم. ما كنت أوعى شكرا. طيب حجي مختار هذه المستعمرة ما بتتذكر شو اسمه؟ لا والله ما أتذكر ولا والله يا أبوي. ولا المخضر يا حجي؟ ولا إنسان. طب حجي بيوتهم من ايش معمرة؟ من توتية. شو هي؟ توتية توتية. شو توتية؟ زينكو زينكو توتية. زينكو؟ ايوه. والسقف يا حجي زينكو؟ زينكو كمان كله. طيب حجي الطرق عندهم معبدة؟ لا. ترابية؟ ترابية كلها. طيب واصلهم الكهرباء يا حج؟ عندهم كهرباء. بالشوارع في كهرباء وفي البيوت في كهرباء؟ بس في البيوت. بالشوارع لا؟ لا ما في بالشوارع، بس في البيوت. طيب حجي المي واصلتهم لبيوتهم ولا؟ المي موصلينها بأساطيل. بإيش حجي؟ برابيش. برابيش. برابيش وصلها للبيوت يا حجي؟ البيوت جدا. يعني في شبكة مي عندهم؟ هي هي. طيب حجي كان في بينك وبينهم أي حالة عداء؟ لا. أبدا. والله ما كانوا يخلعوا رؤوسهم. كان إحنا عندي طرش كان يعني القرى كلها طرش جاموس وبقر. نعم. يروحهم الرعيان ويرعم برهم. نعم. شو زارعين ذاكلوا الطرش. ما يحكوا. هم ما بعتدوا عليك يا حاج. ما. طيب يا حجي حجي كان في بينك وبينهم أي تعاون زراعي أو تجاري؟ أبدا أبدا لا. طب ليش كانوا يجوا عليكم على القرية حج هم؟ بدهم السلام هم، بدهم السلام هم. بدهم السلام؟ كانوا أبدا لا. لقد لا كانوا. ما كانوا في الأول في هذه الأمارة. لا 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 لا. كانوا يخافوا والله أهل العجي هذا يكح عشرة منهم. أهل العجي يكتور عشرة منهم. أنا وكيل. طيب حجي لما كانوا يجوا عندكم عند مين كانوا يجوا؟ ما يقولوا عن البيوت. نعم. ما يقولوا بس هم ماشيين. هم ماشيين.
طيب حجي، ما حدا منكم كان يشتغل عندهم في المستعمرة حجي؟ لا. طيب ما كانوا يشتروا من عندكم بيض أو حليب؟ ايه حليب، كانوا يشتروا حليب. حليب؟ حليب. تتذكر مين الشخص اللي كان يجي يشتري حليب يا حجي؟ لا والله ما ذكر. هو كان يجي ياخذ الحليب واللي عنده كنت توردوا لهم اياه يا حج؟ هو يجي ياخذه. هو يجي ياخذه. ايوه. بيحكي عربي يا حجي؟ بيحكي عربي مثل ما قلت. ابدا. طيب حجي، ما كنتوا تشتروا عندهم من الدكاكين تبعتهم مثلا يا حجي؟ لا. طيب حجي، قرية الدرباشية السورية بعيدة عنكم؟ والله بعيدة يا ابويا. بعيدة. بعيدة بعيدة، يعني فين المخيم؟ نعم. طيب حجي، ما استخدمت التراكتورات تبعت اليهود يا حجي؟ لا يا ابدا. لا ابدا ابدا. حجي بدنا نسألك عن اشغال واعمال سكان المستعمره، شو كان شغلهم وعملهم يا حجي؟ زراعه. 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 يوضحهم زراعه بس. طيب حيوانات كانوا يربوا يا حجي؟ عندهم بقر. بقر. عندهم بقر. جواميس ما كان عندهم؟ جواميس لا، بس بقر. طيب يا حجي، سكان هذه المستعمره كانوا افراد ولا عائلات؟ والله يمكن افراد يا ابويا، يمكن افراد. يعني بس زلام؟ بس بيه حليب معهم، بيه حليب. بيه. طيب يعني كانوا ياكلوا بمطعم واحد ولا كانوا ياكلوا في بيوتهم يا حجي؟ مطعم واحد. مطعم واحد. أي. طيب حجي، كان عندهم سيارات يا حجي في المستعمرة؟ نعم. طيب التراكتورات حتى التنابر كان عندهم؟ أي. شو التنبر يعني يا حجي؟ عرباية عليها هذه الأخبار. نعم. عرباية خيل؟ أي. طيب تراكتورات عمي كان عندهم؟ عندهم. أي. حجي، إذا بدنا نسأل حضرتك عن الطرق اللي كانت تربط قريتك بالقرى المجاورة وبمدينة صفد. نعم. هل هي طرق معبدة ولا طرق ترابية؟ ترابية كلها، كلها ترابية. كلها ترابية. ما في ولا هيك. ما في اسفلتات. طب حجي، أقرب شارع عليكم مسفلت معبد؟ ما في. أبداً. هو طرق خاصة بس. يعني بس تصل خالصة بتشوف الطريق المعبدة، غير هيك ما في. ما في. طيب هذه المستعمرة ما عليها أي طريق حجي معبد؟ لا. ترابي. طب كان يجيكوا بساط يا حجي ولا لا؟ ما في، والله مشي على الخاصة. مشي على الخاصة؟ والله مشي. طيب استخدمت الحيوانات يا حجي؟ اي. مثل ايش عمي الحيوانات اللي استخدمتوها؟ الخيل، لو قدر لك الله خير. الخيل أصايل ولا بغال يا حجي؟ خلطة، أصايل. خلطة. أيوة. نعم. طيب استخدمتوا عمي عربيات الخيل؟ نعم. أبدا. الجمل عم استخدمتوه؟ اي. الجمرية. نعم. طيب حجي، اليهود برضو ما كان عندهم سيارات بالمرة؟ لا ما عندهم. لا غير الطنابل. بس تراك بس. شو عندهم؟ تركات بس. تركات. طيب أنا قصد التركات كان عندهم؟ شلون؟ ترك كان عندهم. عندهم. لو سيارة الشحن يا حجي. عندهم العربيات على أجهزة الألوار. نعم. والترك وتركات بس. طيب تركاتهم كثيرة يا حج ولا شوية؟ واحد كان عندي بس، واحد في البلد. تذكر مين كان سوقه؟ مني هم نفسه. مني هم. أي. طيب كنتوا تستخدموا هذا الترك يا حجي؟ لا. أبدا. أبدا. حج استخدمتوا البسكليت أو الدراجة النارية؟ لا. أبدا يا حج. كنا حجار وطلاب. حج كان في قريب منكم محطة للقطارات؟ ما هي. طيب حج كون الحولة البحيرة بعيدة عنكم ولا قريبة يا حج؟ أقرب شيء على البحيرة كانت هي غرابة. أقرب شيء. أقرب شيء غرابة. قديش كيلو بعيدة عنكم البحيرة؟
ما اريد شيء مجر ما اكثر. طيب استخدمت المراكب او الشخاتير يا حجي؟ ايه عظيم. شخاتير بس. البحيره كانت منكم للغرب يا حج؟ طب حجي لما كنتوا تروحوا للخالصة وبدكم تروحوا لصفد كنتوا تطلعوا من الخالصة بالبساط يا حجي؟ الخالصة بالبساط. البساط كان لليهود. لليهود؟ ايوه. شو اسم الشركة يا حجي تبعت اليهود؟ والله ما بعرف يا ابوي ما بعرف والله. كنت تسمع بشركة ايجد يا حجي؟ طيب في بساط للعرب يا حجي كان؟ لا ما في. خليني اذكرك قبل ما تجي. ما في شيء ابدا للعرب. ابدا؟ ابدا. طيب كنت تسمع بساط الكوري يا حجي؟ الكوري؟ الكوري. كل لا. ما كنت تسمع في هذا البساط. لا يا ابوي. طيب حجي كان في بساط كثير في لليهود في والله ما بعرف يا ابوي، تروح الناس تقول لي واصلح. شو كان باص ما بعرف. طلعت في انت الباص يا حجي؟ نعم. طلعت في هذا الباص؟ لا. طب حجي بدنا نغلبك. تفضل. تحكي لنا اسماء العائلات الموجوده كانت في غرابة. مين هي يا حج العائلات غرابة؟ عائلتنا نحن المغاربه. وعائله الدواره. المغاربه يا حجي. المغاربه. وعائله الدواره. الدواره؟ الدواره اي. نعم. وعائله اللهم صل على محمد اختي شو اسمه؟ خذ راحتك حاجة لا تستعجل. فضلي هذا فضلي المفضل. مفضلي؟ فضلي اي فضلي انا. الفضلي؟ طه المحمود اي طه المحمود. اسم العائلة حج الفضلي؟ اي. المغاربة والدوارة والفضلي بس هي. بس ثلاث عائلات بس هي. مو كثير مو كثير. في عائلات أخرى حاج تذكر؟ لا متأكد تذكر يا والله يا أبوي. طب حاجي مين كان مختار القرية؟ كان مختار القرية سيدي ابن عمو أبويا. شو اسمه؟ اسمه رحال عميش. رحال عميش. عميش؟ نعم. المغربي. المغربي. طب حاجي مين كان وجه المغاربة؟ هو نفسه. نفسه. أيوة. والدوارة مين كان وجههم يا حجي؟ كل البلد هاي كلهم وجه مختار. ماشي بس مين كبيرهم للدوارة يعني؟ طه المحمود. طه المحمود. والفضلي يا حجي؟ كمان طه المحمود بعد. كلهم ورا عين وعلى جنب سوا. ما في حدا ثاني من دار الفضلي؟ لا 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 ابدا. ابدا. طب عم المختار شو كان دوره في القرية؟ كان دوره يا سيدي إذا في مشكلة يروح على الخالصة ياخذ المذنب معاه على الخالصة يحل المشكلة ويجيبه ويجي. هاي دوره. نعم. أيوة. ارتاح حجي. طيب حجي كان في مضافات في غرابة؟ لا ما فيش. حتى المختار ما كان عنده مضافة؟ بس بيته بس. بس بيته؟ بيته بس. من ايش مبني حجي بيته؟ من شعر. بيت شعر؟ نعم. طيب والناس كانوا يلفوا عنده يا حجي؟ لا عنده على طول. حجي كان في عائلات مصرية؟ لا. في القرية؟ ما في. ما في؟ ما في. حج النفوس وين كانوا يسجلوها الناس المواليد؟ عند المختار ولا؟ المختار المختار هي خلاص يسجلوا. كان في عنده قرميه يا حجي؟ قرميه اي سجلها بالخطابي ورجع. نعم. نعم عليك. طيب يا حجي كيف كانت علاقات الناس مع بعض في القريه؟ والله كانت علاقتها مبنيه على 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 امانه وثقه. طيب يا حجي كان في عندكم مدرسة في القرية يا حجي؟ لا. وين كنت تدرسوا يا حجي؟
كان لي خطيب عرب. شو اسمه يا حجي؟ اسمه حسن قاسم. من وين هو؟ أبو من النعمة. حسن قاسم؟ أيوة من النعمة هذا. كان درس أولاد. نعم. أيوة. طب كان يجي كل يوم ولا كان ساكن عندكم يا حجي؟ لا ساكن عندنا كان. ساكن عندنا. أيوة. طب عندك معلومات حجي؟ أنت درست عنده يا حجي هذا؟ سنة واحدة بس. سنة واحدة. بس. شو كان يدرسكم يا حجي؟ قرآن بس. بس قرآن. بس قرآن. حساب ما في يا حجي؟ بس قرآن. طب هو كان لابس عمامة يا حجي لا أفعال؟ لا والله حطوا على كل الناس. بس. طب وين كان ساكن حجي؟ وين كان يدرسكم؟ نفس الدرجة. بدار مين يعني؟ بخيام وليد. يعني مش بالقرية تبعتكم؟ لا بخيام وليد، احنا نروح كلنا عند بخيام وليد. طب مين كان يروح معك من غرابة؟ الراجل معي من الجيل. اعطيني اسمائهم يا حجي، تتذكر اسمائهم؟ اي تفضل. اي محمود رحاض. نعم. وهو خليل. خليل ايش؟ خليل ابراهيم. خليل ابراهيم من اي عائلة؟ مغربي كمان؟ وفي يا سيدي قاسم. قاسم؟ لا قاسم، القاسم. قاسم ايش؟ قاسم القاسم كمان. قاسم القاسم من اي عائلة يا حجي؟ من عائلة مغربي. وخليل ابراهيم؟ كمان مغربي. نعم. هذول الثلاثة. طب ما كان درسكم يا حجي حساب بالمرة؟ لا. طب حجي شو كان يتقاضى منكم أجر يا حجي؟ بالسنة 150 ليرة. كم؟ 150 ليرة بالسنة. منكم الثلاثة 150 ليرة؟ من كل واحد 150 ليرة بالسنة. كثير حجي 150. ما في غيره درس. يمكن 15 جنيه يا حجي. لا 15 جنيه فلسطيني. لا 150 ليرة فلسطيني. ليرة فلسطيني، ليرة فلسطيني. و50 ليرة. يعني ليرة و50. ايوه. مش 150. لا. طيب حجي بخيام وليد تتذكر بيت مين كنتوا تدرسوا؟ بيت اللهم صل على محمد مختار خيام وليد. شو اسمه يا حجي؟ اسمه اللهم صل على محمد فهد. فهد ايش؟ فهد كروية. فهد مصطفى كروية. كروية؟ كرامي. كرامي. ايوه. طيب يا حجي تتذكر زملائك اللي كانوا معك من خيام وليد؟ اتذكرهم والله. تفضل يا حجي. في عندك الياس. الياس؟ ايوه. محمد الفهد. محمد فهد. فهد نعم. الكرمي. محمد اي محمد الحسين. محمد الحسين. الحسيني. ايوه. كثير ناسيني والله. طيب الياس ابن مين الياس يا حجي؟ الياس كرمي. كرمي كمان. اللهم صل عليك يا محمد. راحت هذه الايام. طيب يا حجي كنت تروحوا ماشي مش على الدواب يا حجي؟ ماشي. لا والله ماشي. طب كنت تاخذوا للشيخ عمي غير المصاري؟ كنت تاخذوا شيء معين؟ لا ما ياخذ. طب كان يدرس معاكوا حجي بنات في ال؟ لا بنات لا ابدا. حجي في حدا من ابناء قريتك كمل دراسته؟ ولا عارف كمل سنة بس. بس هيك وخلاص. حجي كنتوا تلبسوا زي موحد ولا كل واحد؟ كل واحد على خيره. طب يا حجي كان عندكم جامع في القرية؟ لا. طب وين كانت تصير الصلاة يا حجي؟ أتذكر كان صلوا في البلد كله، كثير كانوا صلوا. مين هم؟ ثلاثة أبويا والمختار وواحد كان معاه. شو اسمه الثالث اللي كان معاه؟ مصطفى العواد. مصطفى العواد. ايوه. مغربي برضه؟ ايوه. طيب يا حجي حدا كان يرفع الاذان؟ ما في جامع. يعني بدار حدا ما في. بس ورا بس ورا يطلع النقطة العليا. نعم. طيب حجي كان في عندكم مقامات لاولياء صالحين؟ مقام ما في؟ في مقام غرب البلد. غرب البلد.
ضمن أراضي البلد يا حجي؟ أراضي البلد اسمه مراد. مراد؟ اسمه مراد المقابلة. طيب كنتوا تزورون هذا المقام يا حجي؟ إيه. نعم. كنتوا تهتموا فيه؟ أيوة. يعني تنظفوا حوالي مجللينه مثلاً ولا؟ لا حجار بس. حجار؟ حجار بس. طيب أنتوا لحالك كنتوا تزوروه حجي ولا كل القرى كانت تزوروه؟ بس أنا لحالنا. طيب إمتى كنتوا تزوروه حجي؟ بأي مناسبات؟ مناسبة الأعياد. الأعياد؟ بس؟ بس. حجي كان عندكم زاوية في القرية؟ إيش؟ زاوية درويش؟ لا ما في. أبداً؟ أبداً. ولا حد يقول عدة ولا حد؟ ولا حال ولا مقدر. عاد في تونس يعني مشهورة هذه الشغلة يا حجي. طيب حجي كان عندكم عيادة؟ كان عندكم طبيب؟ كان يجيكم طبيب على القرية يا حجي؟ أبداً ولا تشوفه. ولا تشوفه؟ ولا دقيق. طيب اللي يمرض يا حجي وين بتودوه يتعالج؟ عند اليهود. عند اليهود؟ بس بالخالصة ما كنت تودوا حدا على الخالصة؟ هذا شو يا حجي هذه؟ هذا ولي ولي مثل الوداعة. آه. عمركم وقعت على على الأرض هيك. نعم. سقط السقعة هاي. وين كان أبويا؟ على كويس في وليد. وليد هاي نفسها. دواك عليها الدكتور نفسه هذا؟ أي والله. اليهودي. أي والله هو. طب شو اللي عمل لك إياه يا حجي؟ يعني هذه عملية صارت لها. غسلها بالأول. نعم. لكن ما في بنج. عصرها طلعت. يقولنا غسلها. وحط لها من شي سوالها وربطها. قال لي بعد اسبوع لقى حياة ابويا جيني اياها. نعم. رجعنا بعد اسبوع قال له ما فيش طيب راحت. طابت. طب حجي كنت تروحوا ما تتذكر اسمه هذا الطبيب يا حجي؟ لا والله ما ذكرت يا ابوي. أخذ منك مصاري حجي ولا مجانا؟ مجانا. طيب حجي كان في ناس منكم يروح على أطباء في صفد أو في سوريا يا حجي؟ لا 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 أبداً. أبداً. اللي يحتاج مستشفى يا حج؟ ما في والله ما كان حد يمرض يا أبويا. والله ما كان حد يمرض يا أبويا. صحيح والله يا حجي. طيب حجي كنتوا تستخدموا الطب الشعبي الطب العربي يا حجي؟ أبداً؟ أبداً. يعني ما كنتوا تستخدموا الأعشاب يا حجي؟ ولا شيء أبداً. لا الميرامية لا البابونة؟ ولا عدش مرة. طيب حجي الشعوذة والحجب استخدمتوها يا حجي؟ أبداً لا. طيب حجي العلاج بالقرآن الكريم كان متوفر عندكم ولا لا يا حجي؟ ما حد يعرفه. ما حد يعرفه. ما حد يعرفه يا أبوي. طيب يا حجي بدك تحملنا بالأسئلة معلش. أنا معك للمغرب. ولا بكرة بعد. بكرة. طيب حجي كان في عندكم حدا يا حجي يستخدم كاسات الهواء أو يشتغل كاسات الهواء؟ في أي. مين هو اللي كان يعمل كاسات الهواء؟ كل إنسان كان يعمل. الكل كان يعملها. كل عمل. طيب طاسة الرجفة يا حجي. كما كانوا يستعملوها. موجودة. حجي الكي بالنار. كما كانوا يستعملوها. مين اللي كان يكوي يا حجي؟ كل إنسان يكوي حاله. يكوي حاله بس. لا يذوقها. أنت كويت حالك يا حجي؟ إيه والله عندي والله. أنت كويت حالك؟ كويت حالي يا سيدي ولي أقوال مهلود أقوال مهلود. أنت لحالك ما جبت واحد يكويك يا حجي؟ أقوال مهلود أنا حالي. وطبت يا حجي؟ لا الحمد لله. طب شو كان يوجعك عشان تكوي حالك يا حجي؟ شلون؟ شو اللي كان يألمك؟ العصب. العصب. وطابت يا حجي؟ طابت لا يسعى. الحمد لله. دايما الحمد لله. طيب حجي كان في عندكم مجبر كسور؟ ما في لا. مجبر؟ ما في. كنت تروح حدا مجبر حواليك يا حجي؟ كان مجبر بعيد عني بعيد كثير بعيد. 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 مين هو يا حجي اللي كان مجبر؟ والله ما أعرف اسمه هذا. من أي بلد؟ هذا من ناحية بنياس. شو اسمها؟ من ناحية بنياس هذا. بنياس. طيب يا حجي كان في عندكم داية في القرية؟ إيش؟ داية. إيه. مين هي يا حجي؟ مريم الحسين. مريم الحسين. نعم هاي مغروية. شو تقرب لك يا حجي؟ تقرب لك هذه؟ أخت أبوي تصير. أخت أبوك؟ يعني عمتك يا حجي. طب كانت تأخذ أجر حجي ولا مجانا؟ مجانا. أبداً. أبداً. حجي كان عندكم مطهر أولاد؟ لا ما في دكتور هذا ما في. طب
طب مين كان يعني كان يجيكم مطهر على القرية ولا؟ يروح الخاصة الطروان. الخاصة. الخاصة الطروان. تتذكر مين؟ اقعد لا كويس ممتاز. هذا عوصر. بسم الله الحمد لله. طب حجي المطهر كان ياخذ اجر؟ طبعا ياخذ. حجي بدنا نسألك عن المياه، مياه الشرب. من وين كنت تشرب مي يا حجي؟ البوع، يعني لا مو بعيد عن البلد، عن البلد يعني هنا في الجامع. شو اسمه الينبوع يا حجي؟ النبع نفسه؟ نعم. اللهم صل على محمد، حضرة الله يا محمد. عين شبرج. عين؟ شبرج. السبرج. ايوه. طيب في عندكم غير هذه العين يا حجي؟ نعم. في غير هذه العين؟ في كثير عيون، كثير كثير عيون. سمي لنا اياها يا حجي اذا في عيون. عين التين هذا. طيب ويعني سمي لنا العيون وسمي لنا وين مكانها يا حجي. هاي عين الشبرج. نعم. محد غرابه من شمال. من شمال. عين التين بين غرابه وخيام مريد. نعم. عين التين. وعندك عين وادي الريح كمان بشمال الغرابة شمال جبل الغرابة جبلها في هناك عين؟ اي هناك عين. طب عمي كنتوا تستخدموا كل هذه العيون للشرب؟ لا بس عندنا الغلبة عليه بس عين السبرج بس القرية بس. طب هذا عين السبرج عمي مبني عليها اشي ولا من الجبل؟ من الجبل. طب كنتوا تنشروا نشر ولا كيف يا حاج؟ لا انا ماشي وجه الارض ماشي. طيب ماشي بس انا قصدي لما انتم تاخذوا مية منها للبيوت نشل يا حجي؟ نشل. نشل. النساء اللي كانوا يعبوا المية حجي؟ النساء. بيش كانوا ياخذوها المية حجي؟ كانت بسطوره وتخزينها في البيوت شو كيف كانت تم يا حجي؟ تعبي على الكنكه وتحط تلقى بسطوره تروح تجيب المية. ما استخدمتوا الفخار يا حجي؟ فخار كمان استخدمتوه؟ اي. طيب حجي غسيل الملابس؟ تروح على النبع. النبع. والدواب يا حج والحيوانات كمان النبع. النبع. طب الجواميس اللي كانت عندكم وين كانت؟ الجواميس عايشة بالغابة. بالغابة. بالغابة عايشة. الغابة كي بعيدة عنكم يا حج هي؟ الغابة في ذي يمكن 400 متر عن البلد. ممتاز. أيوة. كلها مي ومابي وغابة. طب حمي استخدمتوا مية البحيرة؟ لا. أبداً. أبداً. لا للشرب ولا للغسيل ولا شيء ولا للسقاي ولا للعرض. طيب حجي كيف كانت مية العين؟ مية نظيفة زلال؟ نظيفة مكررة من عند رب العالمين. طيب كان فيها ديدان أو طحالب أو علق أو ما شيء بشيء لا والله أبدا أبدا. طيب حجي العيون الأخرى ليش ما كنتوا تستخدموها؟ كانت بعيدة عن بعيدة. طيب حجي كان حدا يستخدم عين السبرج غيركو؟ عندي المي العين القريبة عليه استخدمها البيئة يتركها. نعم. أيوة. طيب أنا قصدي هالعربان اللي حواليك وهالبدوان هالخيام وليد كانوا يستخدموا هذه العين يا حجي عين السبرج؟ لا عنديهم غراء عين الطين اللي أقرب من عندي. أقرب أقرب علي المي حجي يعني ما عرفتوا العطش الحمد لله. لا الحمد لله الحمد لله. طيب كمان خيام وليد عندها كمان أقرب عين هي عين قمران. هذا عند خيام وليد. عند خيام وليد هي. نعم. هاي البلد وهي هي العينين. ممتاز. عين القمران هاي اسمها كلها. طب حجي كان في عندكم براك يا حجي؟ ايش؟ براك براك. لا. طب البحيرة عمي كنتوا تسبحوا فيها؟ بحيرة طبرية. آسف الحولة. الحولة. ما حدث بعيد عني كانت البحيرة. ما بتسبحوا؟ بعيد عن الغرابة، بعيد عن الغرابة. نعم تحت الدراسية هاي البحيرة. طيب حجي كان عندكم آبار شتوية آبار جمع؟ لا أبدا أبدا. طيب حجي بعد إذن حضرتك بدنا نأخذ استراحة ونتابع إن شاء الله حديثنا مع حضرتك. يا يصير؟